بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أشرف الخلق وبعد. كل عام وأنتم بخير طلاب وطالبات المدن الجامعية، كل عام وأنتم بخير طلابنا المستجدين. هذا العام في المدن وفي الجامعة بصفة عامة إن شاء الله يكون عام دراسي سعيد علينا وعليكم جميعا. أبنائي وبناتي، أود أن أبدأ معكم بعض الملاحظات التي أبديتموها أنتم ومشاكلها في المدن الجامعية. طبعا مهما عملنا ومهما يعني قمنا من إجراءات، لم نستطيع أن نجعل المدن الجامعية كما تريدون. لكن عندنا مدينة جامعية كاملة في الجامعة الجديدة 5 نجوم كاملة، مباني طالبات على أحدث مستوى ومباني طلبة على أحدث مستوى. لكن الناحية الأمنية التي تمر بها البلاد جعلتنا نتأخر في تسكينها حتى لا تكون في خطر. فإن شاء الله العام القادم نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم الانتهاء من الطريق الجديد إلى الجامعة الجديدة. هناك في 5 كليات انتهينا منهم بالفعل وتم فرشهم بجميع الأجهزة بالتكييفات، لا مقارنة بين الوضع الحالي والوضع الجديد. إن شاء الله لو انتهينا من الطريق الجديد، الكليات اللي انتهت، عشان الطلبة تعرف مين اللي هيروح لو انتهت الكليات: كلية الطب البيطري، كلية الزراعة، كلية التجارة طبعا موجودة من الأول هناك، كلية الهندسة، كلية التربية. أنا مش عارف أنتوا بتستقفوا فرحانين ولا زعلانين ولا إن شاء الله كلية الأهداف في الطول الأخير. فإن شاء الله يعني في مقترح بإذن الله، وده يعني دائما ندعو إليه، إنه المقر القديم بتاع الجامعة اللي موجود الحالي سيكون مجمع طبي لخدمة سوهاج وأهاليها جميعا. يعني إحنا في مجلس الجامعة قدمنا على كلية الصيدلة، قدمنا على كلية إن شاء الله طب أسنان، في كلية التربية الرياضية، في كلية آثار إن شاء الله، وكانت في لجنة نظريتنا الأسبوع ده، في كلية أعلام. هذه الكليات كلها، الكليات النظرية ستكون في الموقع الجديد، الكليات العملية كلية طب الأسنان، الصيدلة، الطب، التمريض وخلافه، إن شاء الله ننوي إنه يكون مجمع طبي داخل هذا الكامبس في الجامعة القديمة لأنه بجوار المستشفى. لكن بالنسبة للمدن الجامعية، المدن الجامعية جميعها الموجودة حاليا، بمجرد ما انتهينا من العام الماضي، الامتحانات انتهت 30/6، من 1/7 بدأنا الصيانة في جميع المباني المدن الجامعية. والحمد لله تم عمل منها الكثير، واحنا باستمرار في هذا الوقت، لكن الاجراءات الروتينية بتأخرنا شوية. كل يوم بالليل احيانا الدكتور احمد علي نائب رئيس الجامعة او انا بمر بنفسي شخصيا بمرور مفاجئ على جميع المدن، ونشوف ايه اللي فيها وايه السلبيات ونعالجها، وجميع مطالبكم اللي كتبتوها الدكتور احمد جمعها حاليا جاري تنفيذا ان شاء الله. يعني ان شاء الله ما فيش شتاء هيجي من غير ما يسخن. انا عارف دي مشكله، لان كان في سخانات وكان في مشكله فيها، لكن الحمد لله بعتنا شركه مخصوص لاستيراد، يعني خزانات مخصوصه غير القديمه اللي موجوده. فان شاء الله الامور كلها في الاستقرار. الحاجة الثانية، احنا اليوم بنحتفل او من يومين احتفلنا في 6 اكتوبر. 6 اكتوبر الذين عبروا القناة وحطموا خط بليف وعملوا هذه المعجزة هم الشباب الذين في سنكم الان. ايام لا كان في فيسبوك ولا كان في نت ولا كان في سهر للصبح، كانت الناس تقول الله اكبر وتتوكل على الله. فيعني معنى كلامي ان الامل معقود عليكم انتم، ومع الرغم من وجود الفيسبوك والانترنت، الشباب الذين مثلكم هم الذين صنعوا ثوره 25 يناير. فيعني مصر لن تقوم الا بشبابكم انتم. مصر دائما يعني بنستحضر امتيازات 6 اكتوبر مع ثوره 25 يناير حتى نستلهم منهم القوه والعزيمه لنعبر بمصر الفترة القادمة إلى الأمام إن شاء الله. بالنسبة بصفة عامة للجامعة،
القاعات الدراسية، الأماكن، المحاضرات، المعامل، في بعض الملحوظات يوميا أو شبه يوميا يعني في مرور عليها في أوقات معينة مختلفة، بناخد الملحوظات كلها في الجامعة، وإن شاء الله أول بأول بنعالج هذه السلبيات. يعني الإدارة ليس في وادي والطلبة في وادي آخر، بل بالعكس إحنا بنعولها منكم في ليل النهار، وإن شاء الله ستجدوا ما يريحكم ويسركم إن شاء الله. وإحنا تحت أمركم، ودائما باب الجامعة مفتوح، باب رئيس الجامعة من بعد ثورة 25 يناير ما فيش غلط بماء، سواء رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو العمداء أو خلاف. واللي يقول لك لا تعالى، انت مين اللي قال لك لا تعالى؟ بالشرط ولا لا؟ انا اجي لكم ضيق. لو عايزين انا اجي لكم يعني يعني ما فيش طالب بيجي الا لا يمنع من الدخول الا اذا كان في اجتماع. لكن غير كده ولو اجتماع اللي موجود ده عشان خاطر حل مشاكلكم. فانتم دائما معانا ودائما امامنا، ودائما مشاكلكم في العين وفي الراس وفي القلب، اللي حلها يوما بيوم ان شاء الله مش هتلاقوا مشاكل بعد كده. يعني لسه اليوم كنا بنمر على مدرجات كان في مشكله من الحر والمراوح، او امين الجامعه موجود اهو استاذ محمد ابو حفيظ، تم استدعائه غدا تاخد لجنه وتروح القاعات كلها وتشوف يا اما مكيفات يا اما مراوح يا اما لازم نشوف حل فوري. وفعلا جميع الاداريين بيقوموا يعني بيقعدوا رائع تمام. هذا العام وده من حسن حظكم انتوا برضو كطلاب مدن جامعيه، في مدير عام مدن جامعيه اسمه الاستاذ كمال ابو ضيف، تعرفوه ولا لا؟ ده راجل نشيط جدا، ده كانه راجل له في الجيش. يعني اي نعم الموظفين في المدينه بيتعبوا منه وبيزعلوا منه شويه، لكن ده عشان مصلحتكم، وان شاء الله ده اضافه قويه جدا ليكم. معاكم الاستاذ اسماعيل يعني في مدن طلبه ما فيش غبار عليه، معاكم الفاكهه بتاعت المدن مدام فاطمه، يعني دي يعني مش عايزه كلام خالص، يعني الطلبه تتعامل مع الطلبه كانها ام لكل طالبه، منتهى الامانه الجميع بيتعب ويسهر على انجاز ما يتم، وان شاء الله هتلاقوا الايام القادمه احسن. بس اتمنى منكم ابناء الطلبه والطالبات ان لو في اي مشكله دائما تطرق الباب الصحيح. وعلى فكره من الامس مع الدكتور احمد علي في لجنه من اعضاء هيئه التدريس طلبه وطالبات، هتلاقي في اعضاء يعني اعضاء تدريس سيدات هيمروا على المباني، كل واحده مكلفه بمبنى، للمرور على المبنى وحصر جميع مشاكل المبنى اول باول. نفس الكلام اعضاء هيئه التدريس من الرجال هيمروا على مباني الطلبه، ولو في اي مشكله اول باول، اذا المشاكل هتوصلنا قبل ما انتم تحكوا بيها لحلها اولا باول ان شاء الله. وعشان بس نخلص الفقرات الحافه مش عايز اطول عليكم، ونشكر الساده العمداء كلهم اللي معانا هنا، يعني انا كان نفسي اشوفهم بس عشان كل كليه تعرفها كده، الدكتور علاء بدر، معلش الدكتور علاء، استاذ الدكتور علاء زين الدين عابدين عميد كليه البيطري، عشان لو اي مشكله في البيطري روحوا له هو هناك، استاذ الدكتور احمد محمد سليمان عميد كليه العلوم، احدث عميد منتخب على القانون الجديد، الاستاذه الدكتوره ايمان ابو ضيف عميد كليه التمريض، دكتور ايمان حد شايف يا استاذ كليه الطب وعميد كليه التمريض، الاستاذ الدكتوره صباح صابر وكيل كليه التعليم الصناعي بمسافه العميد، صباح انتوا عارفينها من دايما، الاستاذ الدكتور محروس ده وكيل كليه التربيه، الاستاذ محمد عبد الحفيظ امين عام الجامعه هو اللي عنده مشاكل كلها. الاستاذ اشرف القاضي امين عام جامعه مساعد برضه اللي عنده مشكله مطالبه اداريه في المدن ولا حاجه هو في الدور الثاني، الاستاذ محمد في الدور الرابع. اي مشاكل تخصهم لو ما حدش موجود هم هيسدوا عنهم. طبعا الدكتور احمد علي انتوا عارفينه نائب رئيس الجامعه، الاستاذ كمال ابو ضيف مدير عام المدن الجامعيه جاي جنبي يقول لي يعني قول انا اهو. في النهاية بنرحب بالأستاذة مدام فاطمة مديرة الثقافة بمحافظة السوهاج، دائما في تعاون بيننا وبين مديرة الثقافة في جميع الظروف، وشكرا وأتمنى لكم وقتا ممتعا مع فقرات التي تحسسكم أننا لسه أيام حرب أكتوبر. شكرا، السلام عليكم.